دكتورة رانيا السيد عبد العليم، استشاري العلاج الطبيعي بالقصر العيني جامعة القاهرة. النهاردة هنتكلم عن موضوع التبول اللا إرادي الليلي. ده منتشر قوي في الأطفال ومنتشر قوي في المراهقين، وبيسبب مشكلة كبيرة جدا ليهم، ولما يكبروا ويبقوا عايزين يطلعوا رحلة، عايزين يباتوا بره، مشكلة نفسية. ولو البنت يعني قربت على سن الجواز، مشكلة بتؤرق ناس كتير. بيبقى سببه الأساسي، الناس بتفضل تلف بقى مش عارفين المشكلة منين. ده بيبقى سببه الأساسي ضعف في عضلات الحوض، وبيبقى سببه ضعف في عضلات المثانة. ده السبب الأساسي للمشكلة دي، وإن الناس دي بيبقوا عايزين، يعني بيبقى النوم بتاعهم عميق، فبيبقوا عايزين تدريب بشكل معين. وبنعمل تدريب للمثانة بشكل معين في الجلسة، وبنعمل لها عن طريق تمارين معينة، وبنعمل تدريب معين برضو أثناء عملية التبول بنعرفه للمريض بتاعنا. طبعا احنا العضلات بتبقى دقيقة وصغيرة جدا، فبنطهر كده وبنبدأ نعمل حاجة اسمها ايه، بين ستيميوليشن. طبعا احنا طبعا بنوضح للمشاهدين احنا بنكمل كمان على بقية عضلات الحوض، ما بنعملش كده بس، وبنبدأ نعمل الكتريك استيميشن على العضلات كده. بالطريقة دي بنكون قدرنا نوصل للعضلات الصغيرة خالص. وبنبدأ نشغل الجهاز بتاعنا، وبنعمل الجلسة بتاعتنا. وبالطريقة دي نكون عملنا، قدرنا نعمل تنبيه عضلي كهربائي عضلي للعضلات الصغيرة كده، قدرنا نوصل لها. بعد كده بيبقى عندنا طبعا احنا في الأول كمان من ضمن الحاجات احنا بنعمل تقييم لعضلات الحوض، وبيبقى عندنا تقييم عن طريق الجهاز بيقيس العضلات، قوة انقباض وانبساط العضلة. بنقيس بطريقة معينة، عندنا جهاز للقياس، وبنعرف العيان ده اتحسن ولا ما اتحسنش عن طريق قوة انقباض العضلة وانبساط العضلة. وبنعمل حاجات برضو بتزود الدورة الدموية اللي رايحة للأعصاب اللي بتغذي المثانة. بنزود هنا بالجهاز، جهاز دموية، لو ايه بتزود الدورة الدموية الدقيقة اللي رايحة للمثانة، بيفيد جدا في تحسن الحالات دي. الطريقة دي بنكون زودنا الدورة الدموية اللي رايحة للمثانة. احنا بنعمل الكورس بتاعنا بيبقى 12 جلسة، من 12 جلسة وبنعمل التقييم بتاعنا ونشوف ان احتاجنا ولا لا. ممكن نعملهم طبعا يوميا، يبقى خلال اسبوعين حلينا المشكلة. لو لقينا ما وصلناش للرقم اللي احنا عايزينه، قوة انقباض العضلة اللي احنا عايزينه، ممكن نكرر كورس كمان. نتمنى نكون فدناكم في حلقة النهاردة.